تفاصيل أكثر أكيد مع الصحفي في شبكة عين الفرات نورس العرافي، هو معنا بالاستوديو. سعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا بكم وشكرا على الاستضافة. شفنا التقرير، أوضاع جدا سيئة وما كانت أساسا بالمنيح، يعني كل ما عم تزداد سوء بما يخص موضوع الدواء. الأسباب اللي وصلت الحالة لهون نورس؟ مع الأسف هي أسوأ مما ظهر حتى في التقرير. الناس داخل المناطق لا تستطيع أن تتحدث بحرية، لا يوجد حرية للحديث وحرية للإعلام. أحد الذين تحدثوا قال السبب هو الدولار وشراء المواد الخام بالدولار، هناك أسباب أخرى حقيقة. نحن نعلم بأن هناك ارتفاع لسعر الدواء عالميا، هناك هبوط لسعر صرف الليرة السورية وهذا بالطبع يؤثر، لكن ما هو سبب ارتفاع الدواء الأساسي إن صح التعبير؟ هو الأتاوات. 12% هي تفرض من حاجز الفرقة الرابعة ببداية دخول الدواء إلى دير الزور، يدفع 12% هذا الأتاوة، كأن الدواء قادم من دولة أخرى، يعني كأنه قادم يدفع الضريبة عليه عندما دخول دير الزور. ليست هنا المشكلة، لا مشكلة ضريبة تؤخذ، المشكلة في الحواجز. كل حاجز يجب أن يدفع أتاوة أو تدفع أتاوة له بحسب مزاج الذين يقفون على الحاجز. فكل هذه الأمور تتراكم على سعر الدواء، ليصل سعر الدواء في بعض الأحيان إلى 100,000، ومعدل الوسطي لراتب الفرد هو 100,000. لذلك عدة أمور، الاستغلال أيضا، أحد الذين تحدثوا قال سعر الدواء يختلف من صيدلية إلى أخرى. نعم، يختلف بحسب الاستغلال. الوجدان. أبدا، وجدان واستغلال صاحب الصيدلية، وأيضا لكي لا نظلم كل أصحاب الصيدليات، كم دفع هو أتاوات وكم دفع حتى وصل الصيدلية، فهو يحسب يعني دفعته للحاجز الفرقة الرابعة كذا، ده حاجز من الأشياءات، هو ممكن يكون كمان خسران تمام، يضيفها كل هذه يضيفها على سعر الدواء. فنجد يعني الآن المقرب صاحب الصيدلية المقرب من الميليشيات ومقرب من النظام والذي يقول أنه شيعي تسير أموره ببساطة لأنه يعرف الناس، أما الذي لا يكون مقرب فيدفع أتاوات فنجد الفارق. حقيقة الوضع سيء لأبعد الحدود، تصلنا على الشبكة الكثير من المناشدات، أنا مريض أنا مريضة، يعني يمكن أبشع شيء بالدنيا أنك تشوف حدا يعني من عيلتك مرضى وأنت مو قادران تجيب حق الدواء، عم تقول 100,000، مين عنده 100,000 بسوريا تجيب علبة دواء؟ فما بالك الأمراض المزمنة اللي هي الأمراض اللي على طول لازم أنت تجيب دواها، في حال ما جبته ممكن أنت تتعرض لنكسة كبيرة. فشي مش إحنا عم نحكي لا أكل ولا شرب هالدواء، يعني واحد مرضى. وهنا المشكلة، الصعوبة أن أرى والدي أو والدتي في وضع مزري، في وضع صعب، أمراض مزمنة. حقيقة عاد الناس في مناطق النظام وفي دير الزور تحديدا نتحدث عنها إلى الطب البديل، إلى الطب السابق، يعني من يشعر بالرشحة والقريب أنا أشجع عليه صراحة، هو ممتاز، لكن الناس لم تعد إليه طواعية، الناس عادت إليه مجبرة. ليس لديها ثمن الدواء، الدواء العادي، دواء الرشحة والقريب، فما بالكم عن دواء الأمراض المزمنة، ليس لديهم. الناس تعيش على المساعدات التي تأتي من الخارج، حوالات الخارجية، حوالات خارجية، من لديه أقارب من لديه ويرسل له. وبالرغم من ذلك الوضع مزري، الوضع صعب حقيقة، الكثير يناشدون أن لدينا مرضى، نريد مساعدة، لا أريد مال، أريد دواء، إن استطعت أرسل لي الدواء، أنا أريد دواء لوالدتي، أنا أريد دواء. فالوضع مزري، الوضع صعب للغاية، وأكيد النظام والميليشيات الإيرانية يتحملون المسؤولية. بتجيكم مناشدات يعني بخصوص الأدوية تبع الأمراض المزمنة، بما أنه نور طرقت للموضوع، في شيء مفقود ولا يمكن جلبه من الخارج بخصوص هاي الأدوية؟ مشكلة في الأدوية التي تأتي من الخارج، الدواء اللي بدنا نجيبه من برا، هنا الأسعار أصبحت يعني مشكلة حقيقة، لأن يضاف عليها الأجور الإدخال من الخارج، فقدان، لا نستطيع أن نقول هناك فقدان للأدوية. المناطق التي يسمح أو الدول التي يسمح من باستيراد الدواء تهريب منها. الاستيراد هذا وضع نظامي، الدول موجودة، أما الدول الأخرى فتدخل تهريب طبعا بأسعار جنونية أيضا. فالأدوية التي غير موجودة غير متوفرة يجب أن تأتي من الخارج، إن كان من تركيا أو من أماكن أخرى، يجب أن تكون أسعارها جنونية، يعني سواء تم تأمينها يمكن من قبل الصيدلي أو حتى بشكل خاص، حتى يمكن إرسالها
بشكل خاص لأحد الأهالي ممكن أنه يكلفهم أيضا. طبعا مع الأسف لا يوجد النظر بأن هذه أدوية لا مشكلة فيها، إن كانت الكمية كبيرة يجب أن تدفع عليها، أنت تجلب الأدوية للتجارة يا أخي، ليس للتجارة. أنا عندي والدتي أو والدي مريض مثلا ربو، وأنا هذه الأدوية جلبتها مي موجودة، جلبت كمية مشان أخليها، لا أنت بدك التاجر فيها تدفع عليها. فهون المشكلة إنه ما في نظرة بعين الرحمة والشفقة. وأعود وأقول الوضع يختلف من شخص لآخر، والآن الميليشيات الإيرانية وما تقوم به واضح، يعني يوالي الميليشيات الإيرانية أموره تكون مسهلة بناحية الدواء بناحية العلاج. نأتي لموضوع آخر، موضوع المشافي وعدم وجود مشافي، المشفى الوطني مسكر، المشافي الموجودة هي مشافي للموالين لإيران. أمورك جيدة، موال لإيران تأخذ ورقة وتروح تدخل وأمورك ممتازة. أما يعني بالمختصر دير الزور هي إسعافات أولية، أما الحالات المزمنة الحالات على 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 دمشق مع التكاليف العالية، فتكاليف مشكلة. النقل على دمشق كلف 100,000، وتحدثنا معدل راتب الموظف 100,000، فوضع حقيقة وضع صعب للغاية من كل النواحي. طب الرقابة وين؟ إذا عم نحكي إنه كل صيدلي حسب ما بيدفع أتاواته هو ماشي، مجرد رقابة يمكن على أسعار الدواء ولو بالحد الأدنى. روان، سابقا لما كنا بنظام متماسك كانت الأمور فاتت، الفساد تتحدث الآن عن ما في جهة واحدة مسيطرة، الميليشيات الإيرانية، النظام، وروسيا. فدائما الصيدلي أو اللي بيدخل دواء، اللي بيجيب، حتى صاحب السيارة اللي إما إله ولاء للميليشيات الإيرانية أو ولاء لروسيا أو ولاء للنظام، يعني بده يكون موالي لأحد الأطراف الثلاثة. فما في مراقبة، ما في آلية، لأنه ليش فرق سعر الدواء هون مختلف عن هون؟ يعني الآن بتركيا لاحظنا أنه في قانون عن الإيجارات، وتحدث عنه الرئيس أردوغان، سنحاسب بالنسبة لموضوع ارتفاع الإيجارات، في محاسبة في رقابة. بسوريا على دور تمكن النظام كان الفساد مستشري، فما بالك الآن في عدة جهات متحكمة، ومجرد الولاء، يعني مجرد إذا جابوا صيدلي قالوا أنت عم تبيع غالي، مين جابوا؟ النظام. اتصل على روسيا، طلعوه الجهات الروسية، الجهات الإيرانية فهون المشكلة أنه الفساد مستشري من قبل، والآن مع الوضع الأمني المتردي الصعب ما في رقابة. مقصود أساساً لهي المناطق الموضوع هذا نعاني منه سابقاً صراحة، ونور تعرف هذا الأمر أكيد. لأنه إحنا كنا كمنطقة شرقية كان في استقصاد لهذه التصرفات، تهميش المناطق، تهميش، لأنه هي سلة سوريا، المنطقة الشرقية هي سلة سوريا، فكان في تهميش لها. حتى النفط يستخرج من دير الزور أو من المنطقة الشرقية، ما في مصفاية بنفس المنطقة، المصفاية ببانياس، سياسة مشان ما تكون المنطقة مكتفية استخراج النفط وتكريره، لا، ينقل النفط على بانياس، مثل يعني بس إن مشان المنطقة تبقى مهمشة. فهو تقص بتهميش المنطقة، أجت إيران زادت الطين بلة. المنطقة مهمة جدا بالنسبة لإيران، وصارت تسعى لنشر التشيع. فأنت بتقول أنا موالي للشيعة، وأنا أمورك تمشي تمام، على ما بدي أخرج عن الموضوع. الغالب الله أكيد، يعني الموضوع الدواء صعب، وموضوع المشافي صعب، ويمكن بترك الموضوع للوجدان، للفزعات اللي معروفة فيها أهالي المنطقة الشرقية، اللي في بعض مبادرات فردية عم ينظموها الأهالي مشان يعني تغطية بعض العلاجات، لكن أكيد هي مش كافية. الفزعات والآن هاي موجودة، وموجودة بكثرة حقيقة، وبدنا نشكر كل من يقوم أكيد ويساهم بهذا الأمر. الوضع العشائري يخفف الوطأ، يعني احنا كمنطقة عشائرية، دير الزور كطبيعة عشائرية، في تخفيف للأمر. يعني حدا لما يعرف انه مو شرط انه بتعموا من العشيرة محتاجين، فالعشيرة تتكاتف وتقدم المساعدات، لكن حقيقة هذا الأمر لا يكفي لوحده. أكيد. الفزعة الخارجية مثل ما تفضلتي نور ترسل من الخارج، وفزعات الداخلية يلي بتصير بالعائلة أو العشيرة اللي تخفف الوطأ شوي، لكن حقيقة بحاجة لحل جذري، حل جذري. لكن المشكلة الوضع من سيء إلى أسوأ بالأمني
الاقتصادي والاجتماعي والطبي والتعليمي ايضا. الوضع صحيح. بكل سوريا يعني للاسف يعني صعب الأسف. يعني واكيد نتمنى الحياه الكريمه لكل اهلنا بدير الزور بالحسكه وايضا باقي المحافظات السوريه. شكرا لحضرتك. شكرا لكم. شكرا لك نورس اكيد من شبكه عين الفرات الصحفي والزميل. شكرا لوجودك معنا بصباح سوريا.